مرحبا بكم. يعتبر التلفاز واحدا من النعم الكبيرة من تكنولوجيا عصرنا الحالي، فقد انفتح الناس على العالم بفضل تلك الشاشة ذات الزوايا الأربع والأكثر شهرة في العالم. قطعا ذلك التلفاز والذي له دورا كبيرا في حياتنا يحتوي على الكثير من اللحظات التي لا تنسى، وإن أردنا مشاهدتها جميعا من المحتمل أن تطول مدة هذا الفيديو كثيرا، لكننا سنعرض بعض المشاهد والتي ستظل بعقولكم ولا تنسى. إليكم بعض اللحظات الأكثر إثارة وإحراجا والتي حدثت على الهواء مباشرة. الكرة التي صدمت رأس المراسلة. وقع حادث مثير للدهشة مع الإعلامي الألماني قبل لقاء فريقي مانز وستوغريت. كانت جيسيكا كاستروب مراسلة قناة سكاي سبورت الجميلة ذات 36 عاما تجري بثا مباشرة قبل المباراة وفي الجانب الأيمن من الاستاد، وفجأة اندهشت بالكرة القادمة من خلفها والتي صدمتها في رأسها. نعم، تلك هي اللحظة. فيضان تسونامي. لقد فزع العالم أجمع من مشاهد فيضان تسونامي والتي تم تصويرها في البث المباشر بمساعدة الطائرات الهليكوبتر والتي تمت إذاعتها على قنوات عديدة، وهو يعد واحدا من أكثر الكوارث خطرا في العالم. وبلا منازع فهذه اللحظات المباشرة من فيضان تسونامي المخيف هي أكثر اللحظات رعبا من بين المواقف التي لن تنسى من تاريخ البث المباشر. وهذه مشاهد قصيرة لتلك الكارثة الداهمة التي شاهدها العالم أجمع على الهواء مباشرة. الصحفيين اللذين قتلا. قتل بالسلاح كل من المراسلة التي كانت تقوم ببث مباشر لعمل تقرير إعلامي والمصور الذي كان معها أيضا أمام الجميع، وحتى الآن لا أحد يعرف السبب وراء قتل المراسلة إليس باركر 24 عاما والتي تعمل بالتلفاز المحلي للولايات المتحدة، والمصور إديم واردن 27 عاما. أولا، وقع المصور أرضا كما هو واضح في المشهد، ثم انعكست على الكاميرا تعبيرات وجه المذيعة المليئة بالدهشة، ثم انقطع الإرسال إثر انطلاق رصاصة من سلاح يدوي عيار 8. أزمة رهائن مانيلا. وهي واقعة الضابط السابق الذي كان يعمل في مدينة مالينا عاصمة الفلبين، هو ورئيسه المفتش، حيث أوقفوا أتوبيساً وأخذوا الأشخاص الذين كانوا بداخله كرهائن وكان عددهم 25. ولما لم تجد محاولات البوليس نفعاً قاموا بحملة بوليسية على الأتوبيس وفقد 9 أشخاص حياتهم منهم 7 مسافرين. أما المعتدين فقتل أحدهم بطلق ناري والآخر تم القبض عليها. المذيع فاتح برتقال وكريم جافي. المذيع فاتح برتقال الذي يقدم برنامج المنبه والذي يتشارك مع مشاهديه الأخبار من خلال البريد الإلكتروني، ولما بدأ يقرأ بريدا لأحد المشاهدين فناسي كريم قرأ اسمه بشكل خاطئ، حيث قرأه فنس كيرم وهي كلمة في اللغة التركية معناها منحط، وظن أن المشاهد سماه بهذا المعنى فغضب كثيرا وهو يقول لا تقل أدبك. وقوع الصاعقة. هنا بينما كان مراسل التلفاز المحلي الصيني يوضح الحالة الجوية وقعت فوقه صاعقة، فترك المراسل أوسيادون الشمسية التي كانت في يده فجأة. في إحدى حلقات البث المباشر للتلفاز الأمريكية كان رجلا يجلس خلف المراسل وقد ظهر في الكاميرا. هذا الرجل كان في بادئ الأمر يتصرف بشكل طبيعي، ثم أخذ يشتت المراسل فبدأ يشرب من الزهرية التي أمامه وكأنه يشعر بعطش كبير. هذا المشهد أضحك الكثيرين عند عرضه على التلفاز. بينما كان المراسل يحاول تقديم الخبر على الساحل وإذ بحشرة تحلق فوقه، خاف كثيرا لكنه أخذ يصرخ بطريقة غير لائقة وكان ذلك في بث مباشر وهو يحاول التخلص منها. سقوط المذيعة بقناة العربية. كانت مذيعة النشرة الجوية بقناة العربية ضحية لحذائها ذو الكعب العالي حينما هي تقدم النشر الجوي على الهواء مباشرة، إذ بقدمها تلتوي وتسقط أرضاً وحينها انقطع البث المباشر، وهذا المشهد قام بتحطيم الرقم القياسي في المشاهدات على المواقع مثل موقع يوتيوب، وهذه هي مشاهد هذه الواقعة البائسة.
المذيعة الثائرة لاكسينوفاس، الرياضي الذي شارك بمسابقات اللياقة البدنية اعتبارا من عام 2011، ومنذ ذلك الوقت وهو يحرز تقدما كبيرا. كان في حوار صحفي هو وزوجته شيناي، غير أن الجميع تحدث عن سلوك المراسلة الصحفية والتي تجري الحوار، وكان اسمها ستيسي تامس. فقد كانت طوال الحوار الصحفي تنظر إلى جسد المتسابق وهي تعض على شفتيها، حتى أنها لم تستطع أن ترفع نظرها عنها حينما كانت تتحدث مع زوجته. شكرا للمتابعة، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.